ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره تانية بعد الفاصل، وانضمت لي شرفتني ضيفتي الجميله اللي بقى لها فتره ما جاتش، ندى محمود. النهارده مسكناها بقى عشان نقول لها ايه العروض الحلوه اللي معاكي عشان كل اصدقائنا اللي عايزين يخسوا، والكبسوله الجهنميه اللي عامله مشاكل جدا في بيت الزواحف هنعرف دلوقتي مع ندى. صباح الفل يا نودي. صباح الفل. عامله ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ الله يخليك يا نودي والله. بصي النهارده حبينا نقوي المناعه، غير يا انتوا يعني اللي عندكم شويه فيتامينات في الكورس، ما فيش غيركم يعني، ما احنا كمان عندنا شويه حاجات حلوه. لا والله حاجات حلوه بجد. تسلم ايدي يا حبيبتي. تسلم يا رب. قبل ما اتكلم معاكي في اي حاجه، هننزل دلوقتي الصفحات الحلوه الجميله بتاعتنا. فيتارم عندنا ليه صفحتين، صفحه بالعربي فيتارم، بالعربي فيتارم بالانجلش، هينزلوا دلوقتي قدام حضراتكم. كمان في 10 ارقام دول للمتابعه وللاتصال ولكل اسئله حضراتكم، حتى لو ليكم اي استفسار هم بيجاوبوا وبيردوا عليه. خلينا بقى نتكلم دلوقتي يا نودي على الكورسات الحلوه اللي انت جايبها لنا في ظل الفتره الحرجه التي نعاني منها، والكثير في البيت بقينا كلنا قاعدين واحنا محتاجين ده، بس الناس برضو بقت بتاكل كتير على غير العاده. احنا قاعدين يعني هناكل، هنقعد بقى قدام التيفي، نقعد بقى ناكل حاجات وكده بلا استثناء، كل الناس بكل المستويات. طبعا الاطفال احنا بنفرح، بس الكبار ساعات بتبقى يا عيني بتخرج من ايديهم شويه، لان احنا قاعدين فشار شوكولاته، طب ناكل دلوقتي اي حاجه تفتح النفس، فطاير زي اللي عملتها شيرين وبعتها لي، شويه دونات لقيتها بقى يعني اللي ما بيطبخش طبخ في الفتره دي. فخلينا نتكلم على ازاي نقدر نساعدهم، وبرضو من غير ما يبقى فيه اي اعراض ليهم ولا يتضايقوا ولا يتعبوا ولا يحسوا ان هم محكومين بحاجه. بالظبط. احنا عندنا اول حاجه احنا متفقين عليه، احنا ما فيش يعني، انا مش هنقول لك نظام غذائي، مش هنقول لك ما تاكليش، احنا اصلا بنحب الاكل جدا يعني. حلو. ودي الاكل اهم وانا حاجه. وانا شايفاكي ما شاء الله رديتي شويه، ما شاء الله الله اكبر يعني، احسن احسدها ولا حاجه يعني، ردت شويه عن ما كانت بتيجي، فبسم الله ما شاء الله قعدت البيت واضح عملت معاها شغل عالي. لا بس انا بلحق نفسي يعني، احنا متفقين. لا يعني ما انت لحق نفسك على طول، بس انا اقصد ان حتى القعده في البيت بتبان يعني على كل الناس. بانت على كل الناس يعني، انا مش كده. فاحنا لازم طبعا نلحقهم يعني، ما عندناش حاجه ممنوعه. اول حاجه هنقول لهم عليها ان هم يلتزموا معانا النهارده، معانا الكبسوله السحريه. تمام. احنا مش بس الكبسوله بس بتخسس، لا يعني انت مش عندك حاجه بتخسس، عندك حاجه بتسد الشهيه لو انت طبعا قاعده في البيت يعني هتاكلي في شهيه مفتوحه، فعايزين حاجه تسد الشهيه، حاجه تعلمنا الحرق لو عندنا مثلا مشكله في الحرق، حاجه لنحت القوام لو عندنا مثلا دهون متركزه أيوة. في مناطق معينه هي. فعايزين حاجه تقضي على الموضوع ده. فاحنا كل حاجه في الكورس بتاعنا ده، الكورس بتاعنا مكون من كبسولات ونقط واعشاب، وكمان مزودين فيه ايه بقى؟ فيتامينز اللي الجسم محتاجها، يعني حاجات احنا طبعا في وقت صعب الواحد محتاج مناعته تبقى قويه، يعني مثلا فيتامين زي فيتامين دي، فيتامين سي، فيتامين اي، كل الحاجات دي مهمه جدا للجسم ومهمه جدا عشان كمان المناعه والحاجات دي. فاحنا مزودين كل حاجه في الكورس بتاعنا، فانت بتخس بصحه وبامان، ووزنك بينزل وانت شايف مفيش ولا بشره بتتاثر ولا ضوافر بتتكسر ولا شعر مشاكل مثلا ولا اي حاجه. احنا بنخس بامان لان هي كلها حاجات طبيعيه زي ما احنا اتفقنا، توت بري، عشبه الجارسينيا، حاجات كلها مسؤوله عن تكسير الخلايا الدهنيه. وكمان مش هنرجع تاني. ليه مش هنرجع تاني؟ احنا ما بنقولش بقى اي كلام وخلاص، احنا مش هنرجع تاني عشان احنا بنتعامل مع الخلايا الدهنيه اصلا بنقضي عليها، اللي هي بتكون مش الدهون. اللي بتكون الدهون. فاحنا اصلا خلاص الدهون رايحه باذن الله مش راجعه تاني باذن الله. طب خلينا ناخد مياده وبعدين نرجع نكمل كلامنا. السلام عليكم مياده. وعليكم السلام. صباح الخير يا شيفا عزيز. صباح الخير حبيبتي، اهلا بيكي. ربنا يخليكي يا رب. اسمك على اسم بنت عمتي يا مياده. الله، تسلم يا روح قلبي. قولي لي حبيبتي. يا حبيبتي انا كنت حابه بس اشكر ندى على اللي هي عملته معايا، هي عملتني كصديقه حبيبتي. حولت حياتي من حاجه لحاجه تانية. يا روح. انا كان عندي سمنه موضعيه في اماكن كتير كانت مؤثره على نفسي، طبعا كلنا عارفين الصدر لما بيبقى كبير بيأثر على النفس. يا حبيبه قلبي مؤثره على نفسي، ما كنتش بقدر اتنفس ولا اطلع سلم ولا انزل، فهي الحمد لله ساعدتني. شكرا ليكي يا استاذه ندى، بجد ساعدتيني وغيرتي حياتي جدا، والحمد لله انا خسيت 25 كيلو في اقل من شهرين. والله مبسوطه قوي مبسوطه قوي عظيمه بالنتيجه اللي انا وصلت لها دي. طب قولي لي بقى، اسالك سؤال، انت خدتي انهي كورس؟ اخدتي الثنائي ولا الثلاثي؟ اخدت الثنائي. الثنائي هي كسفتهولي بصراحه. كسفته كمان. الوقت نفسه ضغطت عشان اقلل الوقت. طيب وانت حاسه ان انت دلوقتي يعني تمام ولا هتكملي؟ لا هكمل، بس انا عندي اماكن فيها سمنه وضعيه، انا ما كنتش تخينه بس انا كان عندي سمنه الموضعيه في الارداف والبطن وفي الصدر، علشان كده انا كان النفس بيضايقني قوي. الحمد لله دلوقتي انا صحتي احسن بكتير. طب الحمد لله حبيبتي مياده والله، ان شاء الله ربنا يديم عليك الصحه وان شاء الله مكملين.
ربنا يخليكي ليا يا ندى حبيبتي، هي بتعاملني ان احنا اصحاب واحنا تقريبا في نفس ندى دي جميله مبسوطه قوي معاها. هو انا خلفت اللي ندى؟ تسلمي يا مياده والله نورتينا وشرفتينا حبيبتي، والله حاجه جميله واحد ينقل كده برضو التجربه بتاعته دي بتبقى حلوه. انت وعدتيني ان الحلقه الجايه كنا بندردش قبل، هيبقى معانا حاجات تانية، حالات كتير وناس هتكلمنا وناس بصي عايزه تشارك، عايزه تخلي الناس تتشجع. لا هو في امل، يعني مثلا خلاص انا مش كبرت مثلا، لا انا هقعد بقى على جنب هعمل ايه، ما فيش امل، انا هخس وهبقى تعبانه، ما فيش الكلام ده. احنا بنخس بصحه لان احنا مزودين الكورس بتاعنا بفيتامينات وحاجات مهمه جدا للجسم، فاحنا بنخس بصحه وبامان وبنزود كمان مناعتنا، ويعني بنساعد لو الكتلة العضلية عندنا ضعيفة بنبنيها طبعا بفيتامين د بيخلي الكتلة العضلية قوية، فادام الكتلة العضلية قوية يبقى مفيش سمنة ان شاء الله. لو يعني في اي مشكلة احنا معاكم كل اسبوع، يعني بنتابعكم كل اسبوع باذن الله، مفيش اي مشاكل، مفيش اي حالات. مثلا احنا الطبيعي بتاعنا بنخس 4 5 كيلو في الاسبوع، ده من غير نظام غذائي، من غير رياضة، من غير اي حاجة. طب عملنا بقى رياضة، ساعدنا مع بعض، هنخس اكتر من كده باذن الله. طيب ناخد برضو مريم من الجيزه وبعدين نكمل كلامنا. مريم من الجيزه صباح الخير. يا مريم. الو الو صباح الخير، عامله ايه حبيبتي؟ ازيك يا شيف، عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله إيه؟ الحمد لله حبيبتي. عايزه اقول لك ان انا بحبك قوي يا أوي. روحي يا روحي ربنا يسعدك. يعني انا مش من النوع والله اللي بيصحى بدري، بس انا فعلا بصحى اتفرج على الحلقه بتاعتك حبيبتي، ده شرف ليا والله. مريومه يا جميله تسلمي لي. ممكن اكلم استاذه ندى؟ اه حبيبتي اتفضلي. ندى معاكي. صباح الخير، ازيك؟ صباح النور يا حبيبتي اتفضلي. بصي انا عايزه اقول لك ان انا جبت الكورس بتاعكم تمام تقريبا دلوقتي بقالي عليه ماشيه مثلا يجي 3 اسابيع. نزلتي قد ايه؟ انا النهارده بصي انا نزلت حوالي في الثلاث اسابيع دول 10 كيلو تمام. واكتر حاجه يعني ساعدتني ان انا اكمل ان انا لقيت ان منطقه البطن نزلت جدا. فانا بقول لك يعني ان انا فعلا فرحانه جدا، وربنا يخليكم انتوا فعلا عندكم، وانا ان شاء الله ناويه اكمل يعني لحد ما اوصل للوزن في الثاني باذن الله. اخدتي انهي كورس معلش يا مريم؟ اخدت كورس الشهرين، وانا لسه في اول شهر اهو. طيب زي الفل. طبعا انت هتكملي؟ احنا مكملين طبعا. هتكملي ان شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله. وطبعا شطوره، وانا مبسوطه بمكالمتك جدا حبيبتي والله، اسعدتينا. ميرسي ليك يا مريم والله. مش عايزه اقول لك بيفرق قد ايه في النفسيه. واضح ان كورس الشهرين بيناسب ناس لا كتير. لا وانا النهارده بقى ايه، عشان الظروف اللي احنا فيها والناس اللي في البيت وعايزين بقى نساعد بعض وكده، انا جايبه لك حاجات النهارده هدايا وعروض مش هتلاقيها. طب قولي لنا بقى، يلا قولي لنا الاول الكورسات طبعا عشان الغيبه الطويله يعني. فالنهارده جايبه لك ايه، الكورس الشهر هناخد عليه شهر تاني هديه، الكورس الشهرين هناخد عليه برضو شهر تاني هديه. يا ما شاء الله. فاحنا بصي واول 100 متصل هياخد خصم 70%، بقيه الناس بقى 60%. 60%. طب خلينا نقول اول 100 متصل 70% خصم على طبعا الكورس العادي الفردي اللي هو عليه كبسولات واحد واحد نقط واحد اعشاب، عليه كورس تاني هديه كبسولات ونقط واعشاب، وكورس الشهرين عليه كورس، يعني هيبقوا ثلاثه كبسول وثلاثه نقط وثلاثه اعشاب، صح كده؟ بالظبط. طيب دول عليهم خصم لاول 100 متصل 70%، لبعد ال 100 متصل يبقوا 60%. خلي بال حضراتكم من الارقام اللي موجوده على الشاشه دي، في منها ارقام للتواصل الواتساب، صح كده؟ يعني لو حضراتكم لقيتوا الرقم عليه واتساب وانتم مش عارفين تتواصلوا مع التليفون لضغط التليفونات، يا ريت تبعتوا مسج على الواتساب، ان شاء الله يبقى في رد عليكم سريع باذن الله. واهم حاجه المتابعه، عشان لو في اي مشكله حصلت في اول اسبوع او احساسكم ان انتم ما وصلتوش للي انتم عاوزينه، يبقى نعرف فين الغلط عشان يقدروا يساعدوا حضراتكم في انكم توصلوا للوزن المثالي. نقول تاني بس هو اهم حاجه يبقى في ضغط التليفونات، فاحنا لو اتصلنا ولقينا الخط مشغول نحاول تاني، نحاول مره تانية. طيب اوكي، قولي لنا بقى، انت كنت بتكملي انه الكورس غني بالفيتامينز مدعم حاليا نظرا للظروف الحاليه، محتاجين حاجه تقوي مناعتنا، تقوي جدا فيتامين د، وقلنا بي 6 وقلنا بي 12، كل حاجه الجسم محتاجها احنا بنعوضها في الكورس ده، لان احنا ايه، احنا بس مش عايزين نخس، اهم حاجه ان احنا بنخس بصحه. طيب. يعني احنا مثلا يعني بنخس في كورسات تانية تعمل ايه، ما فيهاش طبعا الفيتامينز الجسم محتاجها، اول حاجه في كورسات بتسد الشهيه، بس في كورسات تانية بس بتعلي الحرق. لا احنا عاملين كل حاجه في الكورس بتاعنا، بنسد الشهيه، بنعلي الحرق، بنعوض الفيتامينات اللي ناقصه في الجسم، اي مثلا دهون موضوعيه في الجسم، دهون في البطن في الارداف، الحاجات دي كلها احنا باذن الله بنقضي عليها. الكبسوله السحريه اللي بقول لك عليها، بصي الناس هي اللي سميتها والله الكبسوله السحريه، لان هي في وقت قليل يعني حلت المشاكل اللي هي بقى لها سنين بتعاني منها.
فحلتها في وقت قليل. فدي حاجه كويسه، اهم حاجه ان هم مش بيتاثروا، يعني مش احنا مش بنحس ان في لود علينا، ما بحس ان احنا بنعمل حاجه مجهود جامد فانا لا مش هكمل. هم طول ما هم بيحسوا ان هم بيخسوا بصحه فلا عايزين نكمل. فدي طيب حاجة دي حاجه هايله جدا. احنا بقى كده الكورس بتاعنا اعشاب طبيعيه 100% 100% طبعا احنا بنقول انه مناسب، بقول لنا بقى الناس اللي عندها مشاكل مثلا زي السكر والضغط والكوليسترول، وفي ناس معانا عادي ما عندناش اي مشكله حاجات احنا بنفس الكبسوله دي. بصي احنا بس بنعرف حاجه، يعني احنا بيكلمونا احنا معانا من اول 16 سنه معانا شباب كبار سن، ما عندناش اي مشاكل مع اي حاجه. الكورس بتاعنا ما مش بيتعارض مع اي حاجه، لان احنا قلنا كله اعشاب وحاجات طبيعيه، بذور كمان فواكه استوائيه مش موجوده معظمها في مصر. احنا عارفين احنا بنعمل ايه، اهم حاجه احنا بنسال عليها الحاله الصحيه، طبيعه يومك ماشي ازاي، يعني بتعمل حاجه مثلا ولا ما بتعملش حاجه، يعني قاعد بتتحرك، بيفرق الكلام ده كله طبعا. مواعيد شغل ومواعيد نوم بالظبط، سنه قد ايه، احنا عارفين طبعا كل ما السن بيتقدم عنده مشاكل في الغده ولا ما عندوش بالظبط، الحاجات دي كلها كويس ولا مش كويس كده بالظبط طبعا. فالحاجات دي كلها الاسئله على اساسها بنحدد له الكورس المناسب ليه، واحنا بنفضل متابعين معاه كل اسبوع. وطبعا الناس عايزاها تستغل النهارده العرض بتاع النهارده عشان انا ما عملتوش. خلينا طب نشوف الصور اللي انت يعني اللي معانا عشان تشرحي لنا عليها وتقولي لنا برده قصه الصور دي ايه عشان اصدقائنا لسه منضمين. ده استاذ محمد ابو صمنا السكنه اخباره كان 125 وصل 90 ما شاء الله، لا باين واضح ما شاء الله. مين استاذه شيماء كانت 110 وصلت ل 90 ما شاء الله، والله جدع. في قد ايه الفتره بقى؟ بصي هي ما كملتش معانا يعني شهر ونص ما شاء الله، شهر ونص واخدت الكورس ايه، ثنائي؟ الثنائي وهي لسه. بصي الناس لسه قدام بتخس وبصحه وعايزين يكملوا، عايزين يكملوا، والله جميل. هو اهم حاجه عندهم الاراده، وانا بشكرهم طبعا عليها، وميرسي طبعا ان انتوا وافقتوا ان الصور تبقى معروضه، شكرا ليكم طبعا. واحنا دي بنسيبها حاجه اختياريه عشان احنا معظم الوقت ما بنحبش نعرض صور الا للاشخاص اللي بيبقوا كاملين شكلا وموضوعا، عشان حضراتكم تبقوا عارفين مش بنحب يعني لو على هندري العين، لو هندري العين هيبقى عندنا الافات، لكن احنا مش بنداري العين. بس برضو مش كل الحالات بتحب تظهر، واحنا بنحترم ده جدا. وبرضو عشان مصداقيتنا مع حضراتكم ومصداقيه الشركه لازم تبقى الوش باين، الجسم باين. انا شخصيا لو انا هشوف صوره متداري فيها الوش انا مش هعرف احدد، انه العين دي هي اهم جزء في الشكل في الوش، من غيرها ممكن تعرفيش ملامح الوش عامله ازاي. كان بتشوفي الوش بهتان، الوش عامل ازاي. انا يهمني بس ان المصداقيه، ناس شايفه الشخص قدامهم كامل، وهو ده بناء على رغبته كمان بدون ما نبقى احنا احرجناه او حاجه. عشان كده احنا يمكن مقننين شويه على حسب الحالات اللي بترضى تنزل صورها او تعرضها. طيب يا ندى قول لنا بقى العرض تاني مره تانيه بعد اذنك. النهارده معانا الكورس بتاعنا كبسولات ونقط واعشاب. أيوة. كبسولات بتسد الشهيه، بتكسر الخلايا الدهنيه، لو في مثلا مناطق في الجسم زياده دهون موضعيه بتنحت الجسم. معانا ايه النقط، بديل جيم. يعني ايه بديل جيم؟ الناس اللي هي ما بتحرقش طبعا، احنا دلوقتي كلنا قاعدين في البيت محدش بيتحرك ولا حاجه طبعا، فمش هنقول لهم طبعا اتحركوا والكلام ده، احنا طبعا مع بلدنا جدا وبندعمها، وكل واحد بيخدمها في تخصصه. يعني انت بتخدميها بالحاجات الحلوه دي. انا برضه على قد ما بقدر والله بالحاجات المفيده للناس بحاول اوفرها لهم. النقط دي بتعلي الحرق جدا، يعني وانت قاعده في مكانك بتحس ان جسمك بيسخن شويه كده، بتخرج منه الدهون والحاجات اللي فيه على هيئه عرق، فاحنا ايه بنتخلص من الدهون تماما. معانا الاعشاب بتنقي جسمنا تماما. طبعا الفاست فود طول النهار بقى ايه هنتكلم عنه، خلاص بطلنا، واحنا عشان كده بنقول ممنوع الفاست فود. فاحنا عايزين دلوقتي نعتمد ان احنا نتخلص من الحاجات اللي كانت متراكمه في جسمنا، ونبدا ندخل حاجات جديده صحيه عشان يعني نراعي بقى الفتره اللي ربنا يديكم الصحه وطوله العمر، شويه الوقت اللي باقينه في الدنيا الواحد يعني يستثمرهم كده بصحه جيده وما يبقاش عنده معاناه. هي احنا شايفين الحال عامل ازاي. طبعا تحيه لكل اطباء وتمريض مصر اللي حاليا شغالين بجد بقوه، وميرسي لمساعد. وطبعا هم يعتبروا فعلا الجيش الابيض حقيقي، يعني ربنا يديكم الصحه ويخليكم يا رب. طيب قول لنا بقى احنا دلوقتي عندنا الكورس الفردي اللي هو كبسولات. واحد كبسول واحد نظر عليه ايه بقى؟ عليه كورس تاني هديه، يعني بدل ما هو هيبقى شهر هتضطري بقى تطلبي كل شهر، لا احنا هنديك النهارده كورس عليه كورس هديه، يعني كورس الشهر هتاخدي عليه شهر هديه، كانه كورس ثنائي. طيب الكورس الثنائي هناخد عليه كورس هديه، هيبقى ثلاث شهور. هي. يعني ثلاثه كبسولات، ثلاثه نقط، ثلاثه اعشاب. هايل. اول 100 متصل هياخد الكورس ب 70%، يعني تقريبا بربع الثمن. تمام. بعد ما جينا لحد الشحن مجانا، حد هيروح ولا حد هيجي؟ انا بقول لكم اهو. بعد ال 100 متصل بقى 60%، فاحنا نلحق بقى نستغل الموضوع. ال 70 طبعا بيفرقوا طبعا، وميرسي طبعا يا ندى ان انت يعني جايه لنا كده بحاجات بعد غيبه طويله، فانا لازم طبعا يعني مش اي حد طبعا. نورتينا. طب خلينا ننزل الصفحات مره ثانيه. فيتار مجلوب اللي احنا قلنا صفحتين،
صفحه فيتارم بالعربي فيتارم بالانجلش، دول الصفحتين الوحيدتين، 10 ارقام للمتابعه، 10 ارقام للاتصال والسؤال وكل حاجه انتوا عاوزينها، في ضمنهم ارقام واتساب، ودي لو لقيتوها متسجله عندكم ظهر لكم الرقم عليه واتساب ابعتوا، لو ما عرفتوش تتواصلوا دايركت. اهم حاجه يا جماعه المتابعه، هم متعبين شويه كانوا في المتابعه بس دلوقتي بداوا يدخلوا خدمه الواتساب عشان يبقى فيه اريحيه ان الناس تعرف توصل لهم بسهوله، فنبعت وهم يردوا علينا فالدنيا تبقى افضل. اهم حاجه ما ننساش، وانا سعيده بكل الحالات اللي اتصلت وحالات اللي لسه ماشيه معاكي ندى، واللي هتجيبيها لي ان شاء الله الايام اللي جايه ان شاء الله باذن الله، عشان نقول عنهم كانوا كام وبقوا كام، وبرده التجربه دي بتفرق. انت عارفه جدا ممكن يكون حد عنده نفس الحاله بس مكسل، خايف خايف قلقان، فيقول لك بس ما بيلاقي حد كده وصل لده بيبقى ممكن ده بيشجعه جدا. عايزه اقول لك كمان، يعني انت بدل ما تعملي مثلا اول عمليه تكميم، احنا طبعا بنخاف من عمليات ولا نشيل بقى جزء من المعده ولا الكلام ده، لا احنا بناخد الكبسوله دي بتعمل ايه، يعني بعد ما بناخدها بتفرز ماده جيلاتينيه كده بتفرز في المعده بتنفش. فبتاخد حجم كبير جدا من المعده، فبتسيب لك مثلا تاخد 80% وتسيب لك 20%. كلي بقى اللي انت عايزاه، هتاكلي لحد ما تشبعي وبرده هتخسي. ولا بقى منها ان انا خسيت، منها ان انا جسمي نحت جسمي، لو في دهون في مناطق مش عارفه انزلها، اصعب دهون اللي في البطن طبعا والارداف والحاجات دي بتنزل بصعوبه جدا. فاحنا لا، الكبسوله عارفه هي بتنزل المناطق دي. وكمان ايه تاني، الجسم نحتناه، عوضنا الفيتامينات اللي ناقصه فيه، كل حاجه يعني كورس متكامل، كل حاجه بتكمل الثانيه. تمام. اعشاب عشان تنقي جسمنا، نقط عشان تعالي الحرق لو احنا ما بنحرقش، كل حاجه، سد شهيه، كل حاجه. تسلمي لي يا ندى والله، ميرسي. طبعا مبسوطه بوجودك معايا النهارده، اشكرك جميله، شرفتني نورتني ندى محمود، ميرسي يا ندودي حبيبتي. وربنا يا رب يحفظكم جميعا، ويحفظ اسركم واولادكم، ويحفظ مصر، ويحفظ الامه العربيه جميعا بكل شعوبها، لانه ويعدينا من الفتره دي على خير ان شاء الله. اهم حاجه دعموا المناعه، اكل صحي، هنتعب الامهات تعبانه طول الوقت معلش، بس خلينا نكملها على خير، بلاش نزول الولاد يا ريت، ولا لشراء طلب، ولا الولاد اللي هم في سن يقدروا ينزلوا بلاش. ونقول النهارده احنا عملنا ايه، النهارده احنا عملنا الستريبس بطريقه لطيفه جدا، التغليفه وبالطعم بتاعها يمكن هو ده اللي فيه التيست، مش عايزه اعملها واحط لها بقى الدقيق واعملها كده كانها نازله زي الانيون رينج، حبيت ان التوابل تبقى ثابته عليها، حمرناها وعملنا معاها كمان الطماطم الحلوه المخلله دي اللي بتوم، والكرفس العبقري، يا ريت تستخدموا الكرفس، الكرفس بلدي او فرنساوي، غني جدا فيتامين الف وفيتامين سي وبي 2 وبي 6، مغنيسيوم ومنجنيز وبوتاسيوم وكل حاجه، فرجاء استخدموا الكرفس، كرفس بلدي او فرنساوي مش فارقه، المهم احنا ندعم ده. التوم هايل، صيدليه متنقله، قوي جدا جدا، قوي جهاز المناعه جدا. اتمنى يا رب ان الحلقه تكون نالت اعجابكم، شكرا لفيتارم وشكرا للاوفرز اللي متقدمه النهارده. يا ريت بقى تلاقوا الخصم ال 70% الهايل ده، وتبقوا من اول 100 متصل يتصلوا ان شاء الله. اسمحوا لي بقى من هنا لحلقه جديده، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واتمنى من الله اشوف حضراتكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، و السلام عليكم.